صباحك سعيد، اهلا بك. الله يعيشك في البيئة. السلام عليكم، نرحب بك ونرحب اختي بقناة شروق على الدعوة. انا محمد دريش ابن الياس دريش ابن المجاهد الياس دريش، ياس دريش احد اعضاء مجموعة 22. اختي قبل ما نلحقوا الاجتماع فيها بليزير اطار، فيها بليزير هذه اللي انا حابه نهضر عليها اليوم. وعلاش خيروا هذاك المنزل؟ المجموعه كان فيها 22 مناضل، علاش اخترنا هذاك المنزل وعلاش اخترناه في المدنيه تحديدا اللي هي مدينه ثوريه؟ صح، يعني استشهدوا فيها، ضحات بالكثير من ابنائها. صح اختي، احنا قبل ما سكننا في سالون بي كنا نسكنوا في لاكازبا. من 1932-1933 هبطنا لارودوت، سكننا في لارودوت. في لارودوت طون دوني كو بابا يلافي 5 6 ans 7 ans 8 ans بدا يتعرف بالشباب تاع لارودوت، بدا يتعرف بدبيح شريف، بديدوش مراد، قاسي عبد الله، مجموعه كبيره من الشباب. ولاو اصدقاء، اولاد حي واحد وكذا. في 42-43 التحقوا بالكشافة الإسلامية. في الكشافة الإسلامية كان القائد تاعهم، والقائد تاعهم هو ديدوش مراد. ديدوش مراد يعني كونت مع بابا علاقة حميمية، هو ودبيح شريف وقاسي عبد الله، هادو ولاد لارودوت يعني ولاو سيدي زامي انتيم. واذا ما خانتنيش الذاكره 18 من اصل 22 كانوا من الكشافه الاسلاميه. راني جاي قبل ما نروح لصالون بي سكننا في لارودوت، او ميم طون انا نبنو في الدار تاع صالون بي. يا رانا نشوفوا فيها في الصوره اللي راكم تشوفوا فيها حاليا. سكنناها او 1953 انتر نوفمبر اي ديسمبر 53، الور دار جديده غير كيما سكنوها. مراد ديدوش الله يرحمه هو اللي اختار الدار، هو اللي قال لبابا الله يرحمه، قال له يعني دارك ما راهي جديده، ما يفيقولهاش ما يفيقولهاش ما يشكوش فيها، ما كانت جديده الدار. الور ليدي تاع الاختيار تاع الدار سي بيان ديدوش مراد. وزيد اختي تمت في سريه، يعني سريه تامه. شوفي لا كونفيونس كي لا يوم كي لا يدي دوش مرات في بابا وفي توت لا فامي. اختي بما فيه الام اللي كانت السند الكبير، اللي كانت ماني الام، كانت الجده. اختي في سيريا، كانت في سيريا تما، اللي كانوا تما ما على بالهمش لا وين راهم لا عند من راهم، ابار اصحاب ارجي ديدوش ديدوش بالوزداد، جماعة ألجي اللي كانوا يعرفوا باللي هذه دار الياس دريش. من الاخرين كاين جماعة الشرق قعدوا حوالي عشرية في الدار ما على بالهمش لا وين راهم لا عد من راهم. يعني شوفي شوفي ديك سرية علاش نجح هذاك الاجتماع. نهار الاجتماع يعني نهار لو جور مام تاع لا ريونيون بداو يجوا فير ليكود 9 تاع الصباح. 9 تاع الصباح بداو يلحقوا. بداو يلحقوا، ما يجوش لدارنا، يروحوا دار ديدوش مراد. يجيبوهم جماعه، ما يجيبوهم جماعه لدارنا. كانوا يجي واحد واحد ولا؟ يجي واحد زوج يجيبوهم. كان قاسي عبد الله الله يرحمه، له وحي ربي، ربي شافيه، ربي يطول في عمره، ودبيح شريف هما اللي يجيبوهم. هما اللي يجيبوا هاد لي جروب هادو. لو ديرني اللي جا سي بيان لورغانيزاتور، هو المنظم، سي ديدوش مراد. ديدوش مراد الحق بالحق بالمجموعه، هو الاخر كي شاف دعوه صافا الحق بهم. ونطال والاجتماع انطلق حوالي 9:30 تاع الصباح، كملوا مع المغرب. لا ديسيزيون كايتي بريس سي بيان اندي لا ثوره، لو ديكلونشمون دو لا ريفوليسيون. ميم كاين اللي كانوا شويه يعني كانوا عندهم مخاوف، ربما كانوا مضطربين. سيتو تافي نورمال اختي، كاين
قالوا كيفاش راح نقابلوا فرنسا واش عندنا ما عندنا والو وكذا. هذاك الوقت اكيد يكون مخاوف درف حساس يعني في الاول بيحة. من في الفاتح من نوفمبر 1954 كان 1200 مجاهد فقط و400 قطعه تاع سلاح فقط. خلاص خلينا باش نواصلوا فقط. ماذا تبقى من هذا المعلم اللي رانا نشوفوا فيه في الصور الظاهره في الشاشه؟ شكرا للمصور اللي جاب لنا صور، شكرا على حسن الضيافة. إذن هل هناك مبادرة رسمية من أجل تحويل هذا المكان إلى متحف؟ مبادرة رسمية ما كاش اختي، كاين ياي بليزيار انيسياتي حبوا يدوها حبوا مي يعني ملموس ما كاش، ملموس ما كاش. المبادرة شخصيا انتوما راكم فاتحين هذه الغرفة اللي جرى فيها الاجتماع؟ والله يا مدام غير فاتحينها، فاتحينها لوسائل الإعلام رانا شفنا، لكن لعامة الناس اللي يحبوا يجوا يشوفوا يجوا طلبة من 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 كل نواحي البلاد، يجوا في الكيران استقبلوهم يعني حسب الظروف، الله غالب نستقبلوهم الله غالب الضيق الدار ضيقه ماشي حاجه الحق نستقبلوهم ومرحبا بهم في اي وقت، ولكن ماذا بينا شويه السلطات تهتم شويه بعد صحيح كما يقول لك سيتا يعني صرح تاريخي صحيح يعني كان المنطلق للثوره تحريريه يعني شوفي من هذه الدار وزيد الدار دي الدار بوقشوره في لابوانت بيسكال سي لي دو رمز تاع الثوره، من عندنا راحوا الدار مراد بوقشوره يعني شويه يديروا قيمه شويه لهاد الامور تاع الثوره هادو وكذا. احنا ما ناش غارقين الباب، اللي يجي مرحبا به والله اللي يجي اللي يجي نفتحوا له الباب. سيتو واش نقدر ندير؟ هذه الغرفة هي اللي احتضنت الاجتماع، راكم حاطين فيها صور. هذه هي الغرفة اللي احتضنت الاجتماع. واش احتفظتوا من هذاك الاجتماع؟ وثائق ربما صور؟ ما كان والو اختي، ما كان والو 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 ولا حاجة كتابية يعني والو 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 كلش كان في السرية التامة. ميم كي راحوا ميم كي خرجوا باسكو بعد صلاة مع المغرب كي راحوا امبوسيبل يخبوا حاجه باسكو سي اون شوز هذه هاد لا رينيو هادي سي 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 خداو قرار اللي لازم هو يقعد غير بيناتهم يقعد غير بيناتهم سي سي ابري احنا نقول لك سي ابري 56 57 لي فرنسا فقط باللي صارت رينيو كبيره بصح وقتاش تفطنت؟ بعد ذلك تفطنت لكن ما عرفتش وين يعني البيت ما عرفوش وين الواحد يتخيل لو كان فاقو. نشوفوا ايضا الصور عن المكان فيها مقتنيات فيها صور فيها ايضا تكريمات. في كل مره يعني المرحوم بابا الله يرحمه نقول لك بكل صراحه اختي سيتان تيب ما يهضرش بزاف سري. احنا ولادو حتى لي زاني 80 باش عرفنا بلي في دارنا ني دار هذا الاجتماع تيرموني ما يهضرش اني با كيفاش عرفتو؟ عرفنا في وسائل هكذا في المسايد. هو والله ما يهضر والله ما يهضر حتى يما واحد النهار قالت له كيف في دارنا وما قال خلاص هذاك اللي درناه لوجه ربي. الصور اللي رانا نشوفوها في الشاشه هي صور الوالد. نعم الوالد مع ربما رفاق السلاح ربما رفاق السلاح اللي كانوا معاه. هو شوفي هو الرفاق تاع السلاح سي بيا ولاد لارودوت ولاد صلامبي تالمون كي كان لارودوت وصلامبي سيتي نقول لك لو فياف تاع لا ريفوليسيون. انا نقولها بكل صراحه يعني لارودوت وصلامبي نقدر نقول باللي من تم بدات فريمون يعني بدا النضال تاع الشباب هادو. ديدوش مراد دار لعب دور كبير باش بوسا لي جون هادو تاع اللي كانوا في الكشافه الاسلاميه للحب الثوره. ديجا كانوا في الكشافه سي سي سي, سي مخبيين موراها برك
هما كاع كانوا يبريباريو كلش من حاجه وحده اخرى. اذا نقول لي فقط انا نشوفوا بزاف بيوت راهي تريب في المدنيه راهي تروح. انتوما هل عندكم اراده باش تحافظوا على هذا البيت؟ هل جاتكم اغراءات؟ رانا نشوفوا يعني حتى الطابع تاع البيت مازالوا كيما تبنى يعني كما اصلي. اختي سيتا البيت هذا راهو معلم تاريخي. كم ولا بيت كل جزائري؟ والله كل جزائريين، والله غير كل جزائريين. ديجا هو سيت ان باتريمون ناسيونال، ممنوع علينا نتوشيوه. ممنوع علينا عندكم تعليمه انكم ما تغيروا فيها؟ عندنا تعليمه نعم، ولكن شويه انسان مانيش عارف تلحق كما يقول لك تاريخ كما هذا تاع اليوم، روحوا واسيو الدار ما على باليش انايا. اسمع رانا نقوموا بها احنا بالمجهود تاعنا تاعكم راكم تحافظوا عليها. انا نحافظ عليها. يعني انتم حابين وكان السلطات المعنيه ترافقكم في ربما الترميم والحفاظ على هذا البيت. هذا معلم تاريخي، هذا ما خليوهش يروح هكذاك. هذا واش اذا علق لي فقط على هذه الصوره الظاهره في الشاشه، واش تفكرك هذه الصوره؟ وين هذه الصوره؟ هذه في بولغازان نهار اللي خرج من الحبس. هذه النهار اللي خرج بابا من الحبس لو 23 مارس 62، باسكو المرحوم بابا الله يرحمه تحكم في 56 وخرج 62، ما طلعش الجبل. تحكم في عين الدفله. هادو كاع ولاد لارودوت، ولاد صلاح، ولاد لارودوت اليوم معاه كامل. كانوا في مجموعه 22؟ لا 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 لا, 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 لا ما كانوش. اذا مجموعه 22 اختي الاول شوف اللي كان قائد اللي كان ليدر كامل دي دوش مراد توفى في جانفي، بن مهيدي توفى في 56، بن بولعي توفى، يعني اللي قعدوا في من المجموعه ما كانوش مع بابا، كل واحد وين راح، كل واحد وين يتحكم. صحاب الشرق خدموا في الشرق، صحاب الغرب خدموا في الغرب، وصحاب الوسط هنا في الجي كانوا يناضلوا هنايا، مي هادو لا هادو ما كانوش مع المرحوم بابا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا، شكرا لتلبية الدعوة اليوم. قبلت أنك تحط انشغالاتك اليومية جانبا وتجي باش تعطينا هذه الشهادة. يعطيك الصحة.